أرباح شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي تسجل تراجعاً بنسبة 9% في ظل قيام الشركة الأمريكية بزيادة استثماراتها لدعم خططها المستقبلية المتعلقة بالهاتف النقال. ويأتي تراجع الأرباح على الرغم من ارتفاع الإيرادات ب 39% إلى 4 مليارات دولار، وارتفع عدد المشتركين إلى 1.5 مليار مشترك نهاية الشهر الماضي، أكثر من 87% منهم يستخدمون الخدمة عبر هواتفهم النقالة.